بين مؤيد ومعارض للانتخابات الفرعية الخاصة بالنقابة الخاصة بالمحامين، وخاصة في ظل جائحة كورونا، في ظل وفي ظل الظروف العصيبة التي تشهدها مصر ويشهدها العالم عموما بظل جائحة كورونا. وإن شاء الله تعالى هيدور حلقتنا النهاردة عن الانتخابات الفرعية الخاصة بنقابة المحامين. وبحب أن أنا أرحب في البداية بزميلتي العزيزة الأستاذة رحاب أحمد. إزاي أهلا بحضرتك يا دكتور عمرو، أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون. أهلا بحضرتك. وطبعا بحب أن أرحب بالأستاذ القدير الأستاذ أسامة درويش، المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا، والمرشح على عضوية مجلس نقابة جنوب القاهرة، تحديدا على مقعد السيدة زينب. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا نورنا. أهلا بك يا فندم. في البداية كده لو حبينا نحن نعرف الأستاذ أسامة درويش للجمعية العمومية ولجموع المحامين، مين هو الأستاذ أسامة درويش؟ أسامة درويش المحامي بالنقد والإدارية العليا، 30 سنة محاماة. أنا ابن السيدة زينب، ومكتبي في السيدة زينب وفي عابدين، وشغلت منصب أمين عام اللجنة النقابية لمحامين عابدين وقصر النيل في الفترة من 95 لسنة 2005، أصعب فترة عدت على النقابة العامة. وأنا محامي، لي عديد من الأبحاث في قانون الإيجارات، ولي أبحاث في قانون الإجراءات الجنائية، ومحامي جنائي ومدني. أهلا بك يا فندم، شرفتنا يا فندم. أهلا بحضرتك. طيب نحب نسأل حضرتك، إيه هو السبب وراء ترشح حضرتك لانتخابات النقابة الفرعية؟ أولا مفيش سبب يمكن أن ينسب لأي واحد طالب الترشيح، لأن الترشح هو حق لكل محامي في الجمعية العمومية، يتوفر فيه شروط، ويرى في نفسه أن لديه الرؤية والفكر الجديد الذي يقدمه لخدمة زملائه المحامين. تمام. وده كان السبب اللي أنا من أجله ترشحت يعني. تمام. بمناسبة الرؤية، ممكن حضرتك تكلمنا عن أهم ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بحضرتك وممكن نعرضه للجمعية العمومية؟ هو البرنامج بتاعي ملخصه هو العودة للإدارة المؤسسية. نجاح أي مؤسسة يقوم على تنظيم الإدارة، أو الإدارة المنظمة بالوجه الآخر للتعبير يعني. الإدارة المنظمة دي هي سبب الارتقاء بالوطن بعد هوجة الثورات اللي حدثت في الوطن العربي. كان أساس رقي الدولة المصرية هو تنظيم الإدارة، الإدارة المؤسسية وليس الإدارة العشوائية. برنامجي بيتلخص في أن أنا بأعيد للنقابة الفرعية الإدارة المؤسسية المنظمة التي بها تعود الخدمة ويعود خير النقابة الفرعية على المحامي. هنا هل المقصود هنا بالتنظيم الإداري للنقابة الفرعية، ولا التنظيم المالي والإداري يشمل أيضا في خاص البرنامج الخاص بحضرتك؟ دعني أشرح لحضرتك. فضل فضل. في عجالة، مجلس نقابة المحامين الفرعية بيتكون من نقيب وعدد من الأعضاء بيسموا أعضاء المجلس. أيوه. أعضاء المجلس دول القانون نظم حاجة داخلية اسمها هيئة المكتب، مشكلة من النقيب ومعه أمين الصندوق ومعه وكيل النقابة والأمين العام المختص بالشؤون الإدارية. باعتبار أن مجلس النقابة هو عضو 8 أعضاء، الثلاثة بتوع هيئة المكتب القانون نظم ليهم اختصاصاتهم. أصبح عندي 5 أعضاء القانون لم ينظم لهم أي اختصاصات. والحقيقة أن هؤلاء الخمسة الذين لم ينظم لهم القانون أي اختصاصات، اختصاصاتهم أعم وأشمل وأهم من هؤلاء الذين نظم لهم القانون اختصاصات. بمعنى النهاردة حضرتك، أنا عايز في إطار جائحة الكورونا اللي احنا تعرضنا ليها، والنقابة العامة والسادة الزملاء المحامين كلهم تعرضوا ليها، وشفنا يعني حاجات صعبة جدا وحالات صعبة جدا، أصبح لزاما
لزاما أن تشكل لجنة لمواجهة الأزمة. أصبح لزاما تشكيل لجنة لمواجهة الأزمة. ولكن النهاردة علشان أقول تشكيل لجنة واحدة لمواجهة أزمة الكورونا يبقى أنا بظلم نفسي وبظلم الأستاذ اللي أنا همسكه رئيس لجنة وهظلم المحامين. إنما الأمر يقتضي إيه بقى؟ توزيع الاختصاصات في كافة النواحي، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الفنية، من الناحية الصحية للمحامي. يبقى إذن يبقى منظومة مكتملة، إنشاء منظومة مكتملة عن طريق إنشاء لجان نوعية متخصصة. كل لجنة نوعية يترأسها عضو مجلس. هذا العضو يعمل معه من خارج المجلس الشباب. الشباب الجميل اللي المفترض واجب له علينا ان احنا ندربه أكيد. وان احنا نخلق كوادر نقابية جديدة. منين؟ لابد انه يحتك بالعمل النقابي بعيدا عن الترشح للمجلس، عن طريق ايه؟ العمل داخل اللجان. كان قديما قانون المحاماة ينظم اللجان النقابية. أيوه. واللجان النقابية كانت لجان بتشكلها النقابات الفرعية من المحامين، كل في كل دائرة لجنة محددة بتحتك بالمحامين بصفة مباشرة ويتولى الهرم الإداري. بعد تعديل قانون المحاماة في 2020 أصبحت اللجان النقابية عمليا لا وجود لها، لا وجود لها. احنا عندنا كم لجنة؟ عندنا كم لجنة؟ في لجنة الحوار ولجنة المرأة ولجنة السياسات وعده لجان داخله ضمن النقابات الفرعيه الخاصه. حضرتك يعني من خلال الحديث شايف انها ليها دور فعال فعلا وبتتصل اتصال وثيق بالمحامي المهني الشغال، ولا حضرتك يعني ممكن تعيد هيكلتها من اول وجديد وتشكيلها من اول وجديد؟ شوف، اللجان النوعيه في النقابه العامه تختلف بطبيعتها عن اللجان النوعيه في النقابات الفرعيه. ايوه. لأن النقابات الفرعية هي الأقرب احتكاكا بالزميل المحامي، هي الأقرب احتكاكا بالزميل المحامي، والاحتكاك المباشر، المشاكل المباشرة بيشعر بها النقابة الفرعية والأعضاء المجالس الفرعية. النقابة العامة دي مسألة تانية خالص. فاللجان النوعية في النقابة الفرعية دي لجان تكاد تكون متخصصة. زي إيه؟ أنا ما عنديش لجنة سياسات في النقابة الفرعية، إنما عندي لجنة الحريات. أيوة. لجنة الحريات دي حضرتك المسؤولة عن متابعة كل المشاكل اللي بتحصل مع المحامين في كل الجهات التي يتعاملون معها. تختص لجنة الحريات بمتابعة التحقيقات التي تجرى مع المحامين في القضايا التي ترفع عليهم. تختص لجنة الحريات بالحضور والمثول بالجلسات التي تقام ضد المحامي أو التي يقدم فيها المحامي سواء متهم أو سواء في الدعاوى المدنية. لجنة الحريات اختصاصها ده. لجنة الحريات اختصاصها متابعة مباشرة المحامي لعمله في إطار من الهدوء والسكينة والطمأنينة، بحيث أنه يرجع بيته مرتاح، قضى مهمته وقضى رسالته ويرجع في أمان، تحوطه بالأمان. دي لجنة الحريات. اللجنة الاجتماعية ودي اختصاصها بيدور حول رعاية المحامي اجتماعيا. زي ايه؟ زي ما نمر به أو تمر به البلاد هذه الأيام في جائحة الكورونا، أدى إلى توقف عمل العديد من المكاتب. هي. نتكلم بصدق. هي. هي. مش هنخبي حاجة، ما عندناش حاجة نخبيها. ففي مكاتب كتيرة جدا توقفت. النقابة الفرعية لها دور في الرعاية الاجتماعية للمحامي اللي توقف عمله. هل ممكن هنا النقابة الفرعية اللي هي تدعم المحامي في هذه الفترة، خاصة ما فيش دخل، اللي هي تدعمه بمقابل مادي مثلا يعينه على قضاء حوائجه؟ طبعا 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 شهريا. ده العمل الأساسي للنقابة الفرعية، إنها تكون ظهر للمحامي. يحتاج حاجة النقابة الفرعية موجودة. النقابة الفرعية لو أثرت النقابة العامة موجودة، إنما المباشر هي النقابة الفرعية، هي الأصل. فاللجنة الاجتماعية لها أن ترعى المحامي من الناحية الاجتماعية. توقف عمله لها أن تقدم له أعمال
قضايا، لان النقابه الفرعيه انت عارف ان من اهم ادوار النقابه الفرعيه انها حصن الدفاع عن حريات المواطنين كلهم أكيد. بدون استثناء، مش للمحامين بس، يعني في حضرتك واحد يجي من بره ما عندوش قدره على انه يوكل محامي لمباشره قضيه، فبيرجع للنقابه الفرعيه توكله محامي من خلال الجمعيه العموميه بتاعتها. ده دور اللجنه الاجتماعيه انها تخصص هذه القضايا للناس الزملاء المحترمين اللي توقف عملهم او اصيبوا او الى اخره. لجنه المراه هل ليها دور بقى هنا؟ ايوه، والنبي اتك على الحته دي يا دكتور بعد اذنك. دور المراه، شوف بص يا دكتور، بنظره عامه على الانتخابات الحاليه هتجد عزوف المرأة عن التقدم للترشح للمناصب النقابية، وده للأسف الشديد رجع ليه بقى؟ يرجع لظروف مرت بها النقابة من سنة 95 إلى 2005، ثم بعد اللي هي فترة الحراسة، ثم بعد ذلك بدأ ترتيب البيت من الداخل. لما بدأ ترتيب البيت من الداخل، الكوادر اللي كانت المفروض إنها تخلق، الكوادر النقابية من العنصر النسائي المفترض انها تخلق في مدة 10 سنوات، 10 سنوات دي قضيناها في الحراسة، نفق مظلم كانت النقابة فيها. فللأسف الشديد افتقدنا للأستاذة بشرى عصفور، افتقدنا للأستاذة تهاني الجبالي، ما بقاش في الأسماء دي دلوقتي، ولكن أرى نماذج تبشر بالخير. بالنسبة للرعاية الصحية، نعم، هل ليها دور وجود في البرنامج الانتخابي الخاص بحضرتك؟ دعني اقول لحضرتك ان كان ان مشروع العلاج اساسا مشروع تكفله النقابه العامه، ولكن للنقابه الفرعيه دور هام في هذا المجال. دعني اقول لحضرتك ان سنه 95 لما فرضت الحراسه على النقابه العامه وتوقف النشاط النقابي تماما ل 2005، كنت احد الزملاء المشاركين في إعداد برنامج علاجي بديل. تمام. إعداد برنامج علاجي بديل عبارة عن كارنيه بيتحصل عليه المحامي، كان في وقتها ب5 جنيه، النهاردة ب180 جنيه، بيشمل الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة. ده استطاع أن يغطي احتياجات المحامي؟ طبعا، وما فيش مانع أنه يستفيد المحامي من مشروع العلاج اللي موجود في النقابة العامة ومشروع العلاج المساعد اللي إن شاء الله بإذن الله هننفذه في الأيام اللي جاية إن شاء الله. هل مشروع العلاج استطاع فعلا اللي هو يغطي احتياجات المحامي في ظل جائحة الكورونا اللي موجودة حاليا وأيضا في الأوان السابقة، ولا حضرتك شايف اللي لابد من زيادة الدعم الخاص في المشروع العلاجي؟ والله من وجهة نظري أن مشروع العلاج اللي بتتبناه النقابة العامة فيه العديد من نقاط القصور. ونقاط القصور دي في السقف العلاجي المخصص للمحامي. السقف المخصص لعلاج المحامي سنويا لا يتعدى 30,000 جنيه أو 35,000. هذا المبلغ في ظل ارتفاع الأسعار في الظروف الراهنة لا يكفي لعلاج المحامي وأسرته، خصوصا ان احنا في ظل ظرف طارئ على العالم، مش على بلدنا بس ولا لنقابتنا بس، ده ظرف طارئ على العالم. المحامي النهاردة لو عنده زوجة وثلاث أولاد، لو أصيب بتصاب الأسرة كلها، المحتاج للعلاج الأسرة كلها، ال30,000 هيكفوا ايه؟ عندي أمراض مزمنة وخطيرة، مجالس النقابات السابقة رأت أنها ترفع السقف العلاجي للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة كالسرطان. ولكن إحنا النهاردة في ظل الكورونا اللي هي أخطر من السرطان لم نجد تحرك نقابي لرفع سقف العلاجي للمحامي، وبقي على ما هو عليه. الكارثة الكبرى إن ال30,000 جنيه لا يتحصل عليهم المحامي. بيروحوا فين؟ إزاي بقى؟ حضرتك السقف العلاجي ده مقسمينه فئات. التحاليل ليها فئة 2,000 جنيه، الكشف ليه فئة 1,000 جنيه، العمليات الصغيرة فئة 5,000 أو 10,000، العمليات الكبيرة التي تجاوز السعر ده مالكش عندنا أكتر من كده بقية المبلغ. فهتلاقي عندك مثلا 1,000 كشف و2,000 تحاليل و2,000 أسنان، بقينا دخلنا في 5,000، 10,000 بسيطة.
تمام. ادي 20,000. طب انا عندي عمليه خطيره، يقول لك لا انت ليك 10,000 بقيه السقف العلاجي، اصل دول مخصصين لل. هو يعمل ايه المحامي يعمل ايه ساعتها؟ والله في الظروف الراهنه يعني احنا بنسعى الى ان نرفع هذا السقف العلاجي، وده مش محتاج تعديل تشريعي، ده محتاج قرار من الجمعيه العموميه للمحامين على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ده امر بسيط ان شاء الله في الايام القادمه هيحصل. انما ايه الحل السريع؟ ايوه الحل السريع ان النقابه الفرعيه بتقدم بعض الدعم للزميل المحامي، وكان المثال الاعظم ان احنا كمحامين جنوب القاهره بر خارج التنظيم النقابي قمنا بتشكيل لجنة الإغاثة لمواجهة الكورونا، وتمكننا بفضل الله عز وجل من تقديم مساعدات لزملاء مرضى الحمد لله. بعد هذا بعد ما بدأنا العمل وتبين نجاح الفكرة، تبنت النقابة الفرعية هذه الفكرة وبدأت تقدم الدعم المادي لـ60 حالة على وجه التحديد في الفترة السابقة، ثم حاليا دلوقتي مستمر عمل. بالنسبة بقى للنصاب القانوني الخاص بعدد الأصوات التي يجب أن يأخذها كل عضو مرشح، هل في نصاب قانوني معين حددته النقابة العامة التي يجب فيها اللي هو يأخذ نصاب معين للنجاح؟ حدث عدم حدوث بقى ده. أيوة. إيه اللي يحصل؟ وأنا عارفة برضو معلومة على الهواء خدتها قبل كده تلت مرة. دي أطروحة أخرى. أيوة. هو النصاب القانوني لانعقاد الانتخابات ثم الأصوات التي يحصل عليها المرشح للنجاح. أيوة. دول شقين. الشق الأول النصاب القانوني لعقد الانتخابات لصحة انعقاد الانتخابات في المرة الأولى 3,000 صوت. أيوة. إذا لم يكتمل هذا النصاب في المرة الأولى بتعاد الانتخابات في مدة لا تجاوز أسبوع أو في الأسبوع التالي بحضور نصاب 1,500. تمام. طيب المرة الثانية بقى ما اكتملش ال 1,500 والناس عزفت عن الانتخابات، يبقى يحدد ميعاد ثالث تجرى بيه الانتخابات بأي عدد كان. أي مكان. أنا خدت المعلومة دي على طبعا. بالنسبة لنصاب النجاح. أيوة. نصاب النجاح للمحامي هو المحامي الذي يحصل على الأعلى أصواتا من خلال الثمان دواير الخاصة بنقابة جنوب القاهرة. طيب ماذا ترى في الطعن المقدم بطلب وقف الدعوة لانعقاد الانتخابات؟ ابتداء كل الطعون تم رفضها. أيوة. ولكن مبدأ الطعون ذاته في ذاته كلها كانت قائمة على عدم إمكانية إجراء الانتخابات لوجود جائحة الكورونا. أيوة. أعتقد السيد رئيس الوزراء لما أصدر قراره بعدم التجمعات وعدم إجراء أي أمور فيها تجمعات كان اشترط شرط او استثناء انه يتخذ الاجراءات الاحترازية، وده النقيب العام كفله ورئيس اللجنة المشرفة للانتخابات على الانتخابات الفرعية كفل اجراء الانتخابات وعمل الاجراءات الاحترازية. اصبحت الطعون لا محل لها من الاعراب. لا محل لها من الاعراب. حضرتك مع دمج النقابات الفرعية ولا مع ابقائها كما هي موجوده؟ نقابه القاهره لها اربع نقابات تمام، ولا حضرتك مع دمج جميع النقابات؟ وهل نقابه الفرعيه هنا الاصلح للنقابه العامه اللي هي بتفضل على هذا الوضع، ولا لو انا عملت نقابه واحده فرعيه تشمل جميع النقابات اللي موجوده نسميها نقابه القاهره افضل بكثير؟ رايك حضرتك فيه؟ الاصل أن نقابة القاهرة كانت نقابة واحدة. أيوة. وكل محافظة كانت لها نقابة واحدة. لما تعدل القانون المحاماة في سنة 98 وقال إن كل محكمة ابتدائية ينشأ في دائرتها نقابة فرعية. فبقوة القانون تفتتت النقابة الفرعية للقاهرة. ولكن القانون ما وقفش عند الحد ده. أجاز للجمعية العمومية أن ترى دمج النقابات لتصبح نقابة واحدة. فالأمر متروك لمين؟ للجمعية العمومية. ده من الناحية القانونية. من الناحية العملية فإن دمج النقابة الفرعية لنقابة واحدة هو أفضل. أيوه. للمحامين. وده بيتوقف يعني بعتذر عن هذا التعبير، بيتوقف على قوة شخصية النقيب العام. لأن النقباء الفرعيين
هم مساعدين بالطبيعة، مش هنكذب على بعض، هم مساعدين للنقيب العام. إذا كان النقيب العام له شخصية قوية فمش هيهمه بقى أن يجي نقيب للقاهرة قوي ضعيف كده كده، لأنه صاحب شخصية. صحيح. إنما النقيب الضعيف يقلق تملي من أنه يكون في نقيب قوي فرعي، فبيبقوا تملي مع تفتيت وشرزمة النقابات الفرعية. تمام. طب إيه النصايح اللي حضرتك تنصح بيها إن إحنا نختار من أعضاء الجمعية العمومية من التصويت؟ فوجئ لك كده. أولا معيار النقيب على أساس إيه يعني؟ معيار التصويت لابد أن يكون معيارا موضعيا. تمام. بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن الصدقات وبعيدا عن العصبيات. تمام. لأننا يعني عانينا مر المعاناة من المجاملات في الاختيار. تمام. احنا النهاردة في إطار مرحلة جديدة عايزين نرجع بنقابتنا لعهدها السابق. تمام. عهدها اللي كان المحامي بيتقال له يا باشا. وهو فعلا باشا وما زال باشا. انا بتكلم بلقب باشا المعروف. طبعًا. باشا. انما النهاردة علشان اقول ده صاحبي ومش صاحبي، اين الرؤية؟ اين الفكر؟ اين البرنامج؟ اين القدرة على التنفيذ؟ كل ده لابد ان يراعى معيارا في الاختيار. طبعا يا فندم بالوقت حلقتنا للاسف انتهى، واستمتعنا بهذه الرؤى القيمه، وان شاء الله في حلقات وحلقات تشرفنا حضرتك اكيد طبعا فيها، وبنشكر حضرتك مره تانية يا فندم. ربنا يعزك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه برنامجنا، وانتظروني في حلقه جديده يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله من برنامج الحياه والقانون. وبشكر السيده العزيزه شكرا، بشكرك يا فندم مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.